إن شاء الله النصر قريب، نقول لهم نصبروا وتعاونوا مع القوات الأمنية بالموصل، ولا يخوفوكم هذول إرهابية جردان زين، ونعرفوا كلهم إن شاء الله، حتى هذول الباقيين ما راح يظلوا مؤثر بالموصل زين، ونعرفوا كلهم ونكشفوا على حقيقتهم، هذول لا دين ولا مذهب، وأنا بالموصل لا تخافون وقاوموهم وانتفضوا ضدهم. وإن شاء الله النصر قريب، والقوات الأمنية إن شاء الله راح تحرر الموصل بأقرب وقت. طبعا شوقنا كبير للموصل كلها، لمحافظة نينوى مو بس للموصل، كل المكانات في الموصل احنا نشتاقها، كل المكانات اللي كل ذكرياتنا موجودة هناك، كل أرشيفنا موجودة هناك، كل حياتنا موجودة بالموصل. بالنسبة للقوات التحرير نطلب من عندهم أن يعملون بمهنية، أن يحاسبون المقصرين، أن لا يأخذون البريء بجريرة المذنب، أن يكون عملهم بمهنية حيل، أن يتفقون يعني مع الأهالي على مود يعرفون من المقصر ومن ما المقصر. الرسالة للمحاصرين عليهم أن يكونون أكثر توافق مع القوات الأمنية، عليهم أن هم عرفوا شنو داعش، عليهم أن ينطون معلومات، عليهم أن يقعدون ببيوتهم أثناء التحرير ولا يطلعون على مود لا يتأذون بالقصف، يفرزون البريء من المذنب. أتمنى الأمن والسلام لجميع العراق، أتمنى تحرير الموصل بأسرع وقت ممكن إن شاء الله، أتمنى من جميع أهالي الموصل المعاونة مع الجيش العراقي تحريره بأسرع وقت إن شاء الله. أي معلومة أي استفسار بسيط يفيد أكيد الجيش العراقي تحرير بأمن والسلام.